سر مؤسسة أسيد الجبور للإنتاج والتوزيع الفني أن تقدم للمشاهد والقارئ والباحث أيضا البرنامج الجديد تراثيات. ونسأل الله في البداية جلت قدرته إننا استطعنا في الوقت الراهن الذي امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالعشوائيات والتدني الأخلاقي في المحتوى بأن ننفرد كما انفرد غيرنا من صناع المحتوى الغيورين على المجتمع، بأن نستطيع أن نقدم ما يفيد المشاهد بعون الله تعالى في برنامج تراثيات. لقد استند فريق الإعداد على مراجع العديد من المؤرخين والمفكرين المرموقين من الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي من الذين واكبوا وما زالوا يواكبون تطور بلدنا الأصيل ويشاركون في مسيرته المباركة. وبالفعل لقد استخلص فريق الإعداد من هذه المراجع والبحوث والدراسات سلسلة من الحلقات موجهة إلى مختلف الفئات، من الناشئة إلى جمهرة المثقفين إلى كبار المتخصصين. ونسأل الله أن يكون هذا الجهد بداية طيبة نافعة للمشاهد في الوطن العربي والباحث أيضا، إنه نعم المولى ونعم النصير. كلنا نعرف أن الثقافة العربية تلعب دور كبير بصنع الحضارة الإنسانية، واستمرت فيها لعب هذا الدور الإنساني الذي قدر لها على مدى فترات وحقب عديدة من التاريخ الإنساني. وكان من حسن حظ هذه الثقافة أنها تميزت بعبقرية الموقع الجغرافي الذي يمتد من الخليج إلى المحيط ويتلاحم يشترك مع قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبذلك الموقع الجغرافي قد تنوعت البيئة وندرت الحالة، ومن هان أتيح لهذه الثقافة أن تنتمي لكل مكان، واجتمع الجبال والسهيل والصحراء والبحار والمحيطات بعد لإغناء هذه الثقافة. ومن أبرز عناصر الثقافة العربية القيم الأخلاقية والقيم السلوكية والمعتقدات والموروثات، حيث أن التراث الذي خلفته هذه الثقافة ليس قيمة مجردة، بل هو قيمة مادية حضارية. لقد استوعبت عطاء الإنسان وأبداعه على مر التاريخ، وكانت حصيلة هذا التراث شاملة الفعاليات الموزعة في أنحاء مختلفة من الأرض العربية، متضمنة أنواع مختلفة من النشاطات. حنا مستمرين دائما بكفاحنا من أجل أن تأخذ هذه الثقافة اللي هي العربية مكانها الجدير بين الثقافات العالمية واستكمال دورها الإنساني، ونرفض دائما بجميع الوسائل والطرق أشكال الغزو الفكري والعقائدي لهذه الثقافة. ويشرفنا أن نقدم كل ما نملك من أجل النهوض في تراثنا الثقافي وأن نتعرف أكثر على الأدب في الأردن. في هذا البرنامج راح نسلط الضوء أكثر على التراث الأردني، وانتظرونه.